السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سأريكم طريقة سهلة وسريعة للتخلص من الحبوب التي تظهر عند اقتراب العادة الشهرية أو التي تظهر فجأة بشكل مفزع ومرعب عندما تكون عندك عزومة قريبة في نفس الأسبوع ولا تعرفين كيف تتخلصين منها. إليك الحل سيدتي، كل ما تحتاجين إليه وفقط إلى زيت شجرة الشاي، اسمه بالإنجليزية تي تري أويل وبالفرنسية لولب دغبغ أتاي. سأقوم بكتابة هذه الأسماء في الديسكريبشن تحت. هذا الزيت يطلقون عليه بالزيت السحري واستعمالاته عديدة. في الفيديو القادم إن شاء الله سأريكم بعض استعمالاته. الطريقة، نقوم بغسل الوجه جيدا واليدين، وقومي فقط بوضع القليل من زيت شجرة الشاي على قطنة، يكون على هذا الشكل. نقوم بوضع إما على قطنة أو على نقوم بوضع قطرات على الإصبع على هذا الشكل كما ترين. تركيزه قوي ورائحته قوية. ثم نقوم بوضعه على المنطقة التي يتواجد بها الحب أو الحبوب، أو كما قلت يمكن أن تضعيه في قطنة بعد القطرات وتمسحين بها المنطقة التي يتواجد بها الحبوب. ضعي كل ليلة يوميا إلى أن تظهر النتيجة. النتيجة ستظهر من اليوم الثالث، حيث أن الحبوب ستجف. يجب فقط وضع هذا الزيت على المنطقة المصابة وليس على الوجه كله، لأن تركيزه كما قلت قوي جدا. ممنوع إطلاقا لمس الحبوب أو محاولة عصرها وإفراغها، فهذا من السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى بقاء أثار الحبوب على الوجه. قبل وضع هذا الزيت يجب عمل اختبار على اليد على هذا الشكل، وتركه لبعض دقائق فقط لكي ترين إذا كانت عندك حساسية من هذا الزيت أو لا. شيء آخر، إذا كنت حامل أو مرضعة يجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الزيت. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، وإذا أعجبكم لا تنسوا أن تضغطوا لايك، وكمان أن تشتركوا بالقناة لكي تدعموها، ووزعوه على الأصحاب والأقارب لكي تعم الفائدة. وإلى فيديو قادم بحول الله.